ربيع يا جماعه، علفه ابو ربيع الله يبارك لك. الاسعار عامله ايه يا حاج مصطفى؟ انت اللي بتقول لنا الحقيقه والله. المشي كام الكيلو جاي من النهارده؟ مصداقيه؟ مصداقيه ايوه. ولا لا بمصداقيه؟ اللي يزعل يزعل يا حاج. خير ربنا يعمل، خير ربنا يعمل ان شاء الله. الخير جاي الله يبارك لك. احنا بنقول السكينه واقفه، السكينه وقفت، الناس بطنها وقعتها من الفول والطعميه. الله يبارك، عايزه تاكل لحمه، عايزه تاكل لحمه فعلا. ربنا يسهل الحال ان شاء الله. خير يعمل، سوق دمنهور محكمه صح، هتسمع 110. اللي ماسك عجله زي ما قلنا اي عايز 200 جنيه وعايز 200 جنيه ربنا يرخيه عشان غلبان. احنا لو الدنيا دارت ربنا هيسرها. ونعم بالله يا حاج مصطفى، ونعم بالله. عندنا ناس جايه عايزه تبيع لحمه ب 200 جنيه، ونعم بالله. الحاج مصطفى طبعا الكل بيحبه، الله يبارك لك يا حاج مصطفى. الصلاه على النبي. طبعا علف ابو ربيع يا جماعه، فينا بس الدوب، ونعم بالله. يعني لو احنا هدينا شويه والسكينه، يعني الاساس الكيلو بكام يا حاج مصطفى برضه؟ بس النهارده لحد ما قلنا من 107 ل 115 مية، وناس عايزه 120. العيول على حسب التصفيه وعلى حسب ايوه، على حسب العجل طبعا. بالصلاه على النبي، خير ياما. الله يبارك لك يا حاج مصطفى. وشعبان نفحته ياما، الله يبارك. رمضان نفحته اكتر، ونعم بالله. شوف ربنا يعود علينا الايام الطيبه بالخير. بص الراجل ده جاي لي من اسكندريه على راسنا، عايزين سونار تعلم النهارده، نفسه يبيع لحمه ب 200 جنيه. الله يبارك، يعملوا ايه عشان هو يبيع لحمه ب 200 جنيه؟ احنا عايزين بس الديازارين تعمل مبادره. قاضيه من اسكندريه تنجح بس. الله يبارك لك، يعني ان شاء الله هتنجح، وان شاء الله باذن الله هنكررها باذن الله كل 15 يوم، كل 20 يوم هنكرر. يعني الله يبارك لك. هو الناس المحترمين بتوع اسكندريه يا جماعه اللي عاملين مبادره مع الجزارين، الله يبارك لهم. هو نفسه اي الناس كلها تاكل لحمه، كله هياكل لحمه ان شاء الله يا حاج مصطفى. ربنا يرخيه، ربنا يرخيه يا رب. ربنا ييسر يا رب. الخير ياما، الخير ياما طبعا. ربنا ربنا، ونعم بالله. العجم فيك يا رب، سبحان الله. وحد الله، لا اله الا الله، الله اكبر. الله يبارك لك يا حاج مصطفى. انيس نورت معلمه بتاع اسكندريه في دمنهور، الله يبارك لك. اللهم صل عليك هنا. الخير ياما يا جماعه، الخير ياما في سوق دمنهور زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله. اللايك والاشتراك لقناه المواشي اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم. اشكركم على حسن المتابعه داخل مصر وخارج مصر. هنسيبكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.